لكل الفائزين انطلاقة جديدة وأحد الزملاء المعلقين. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا ومشاهدينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، نتواصل مع تواصل هذه الأشواط في هذا اليوم لسن الجذاع، سواء البكارة والقعدان في أشواطنا المفتوحة. ونبدأ ونتعرف وإياكم لما يحدث وما يسير في هذا الشوط الثامن المخصص لفئة الجذاع القعدان. نتعرف مع البصير مع المركز الأول، تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المري. ننتقل للمركز الثاني، يصل هنا السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك تضمير سلطان بن محمد الوهيبي. بينما هنا في المركز الثالث يصل ويتسلل على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام بارود، تعود ملكيته لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. علي بن حمد بن جرحب المري هو من يتابع تضميره. بينما هنا في المركز الرابع مشاهدينا الكرام، من يحتل المركز الرابع ويتسلل على المركز الرابع، يصل القدوم من شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن نايفة الهاجري في تضميره. يصل ويتدخل الخامس في هذه اللحظات عرقان لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. صالح بن محبوب أيضا في تضميره وفي متابعته الدقيقة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط. ولكن نذكركم مشاهدينا الكرام بأن هذه يا صاحبتي أفضل توقيت زمني يسجل معنا في هذا الشوط على الشاشة، 7:43 72 جزء من الثانية السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك بتضمير محمد بن خالد العطية. هي من فازت معنا في خامس أشواطنا في هذا اليوم، وهي صاحبة التوقيت الزمني المميز. على كل حال، نعود وإياكم إلى ندائنا الثاني وإلى شوطنا المثير الذي أيضا يثير من يتابع هذه الانطلاقات في هذا اليوم. البصير من يحتل المركز الأول من بداية هذا الشوط حتى هذه اللحظة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المري مع البصير. هنا في المركز الثاني يصل السعدي، من يحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وبتضمير سلطان بن محمد الوهيبي. بينما هنا في المركز الثالث، ومن يصل عرقان في المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وصالح بن محبوب في تضميره مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود ونتابع المركز الرابع، ومن يصل شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وعبد الله بن نايفة يتابع انطلاقة شاهين ليحتل المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، القدوم والوصول من اسم جديد مساح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتضمير فهد بن حصين النعيمي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا الثانية للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. ولكن أرى كم هائل مشاهدينا الكرام خلف المراكز الخمسة الأولى، كم قادم. يا سلام، الله. البصير مع المركز الأول، البصير مع مقدمة هذا الشوط، البصير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فاران المري. ولكن هنا في المركز الثاني يصل السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وبتوجيهات سلطان بن محمد الوهيبي. وهنا في المركز الثالث يصل وقاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريب في تضميره. هو في المركز الرابع يصل اسم جديد مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بتوجيهات سلطان بن محمد الهويبي. وفي المركز الخامس أيضا كذلك يصل الجحيدي سعادة الشيخ
القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هو المالك، والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذه نتيجتنا للمرة الثالثة مشاهدينا الكرام. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المنافسة، نعود إلى التحدي مشاهدينا الكرام، إلى المنافسة الشاقة أيها الإخوة الأفاضل. المصير لا زال متمسك بزمام الأمور وبزمام هذا الشوط، ولكن هنا التغيير في هذه اللحظات من قبل مكلف غير مجريات هذا الشوط، وعاد مرة أخرى المصير يعود مرة أخرى لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومع سالم بن فاران المري، وهنا أيضا مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. غير مجريات هذا الشوط، والكيل الأخير سلطان بن محمد الوهيبي هو من يضمر مكلف، من استلم القيادة، من استلم الريادة مشاهدينا الأفاضل. هنا في المركز الثالث يصل ويتسلل الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وبتوجيهات سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، الله، يا سلام. هنا المقدمة مع مكلف، ولكن الريان من الجانب الأيمن، الريان مشاهدينا الكرام يتسلل الرويدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. غير الريان، يا سلام، هذا هو الريان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومكلف كذلك لنفس المالك، وأيضا المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، وهنا في المركز الثالث يصل المصير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن مع سالم بن فاران. وفي المركز الرابع كذلك وقاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ولكن نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى الريان. تهانينا بثا وحيا مباشرا على قناة الريان الفضائية، وحيثما يسكن سلطان بن محمد الوهيبي قائد هذا الشعار، وكل من يعشق ويهوى هذا الشعار. أيها الإخوة، لحظة وصول الريان، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. والمركز الثالث المصير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وفي المركز الرابع يصل وقاد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وفي المركز الخامس القحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى لحظة وصول الريان إلى خط النهاية، قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدر 7 دقائق 52 ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الريان، كما نهني سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني يصل مكلف، يقطع المسافة في 7 دقائق 53 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كما نهني سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الثالث فيصل البصير، يقطع المسافة في 7 دقائق 53 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني.